في أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أسعد فاطمة صلوات الله عليها في مثل هذه الأيام، أسعدوها بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ريحانة المصطفى، سلام على شيبك الخضيب، سلام على خدك التريب، سلام على بدنك السليب، سلام على ثغرك المقروع بالقضيب، ورحمة الله وبركاته. كان الحديث في الليلة الماضية في معنى مصباح الهدى، وقلت بأن أوضح خصيصة وأجلى صفة من صفات هذا المصباح هي الوضوح، وقلت بأن للوضوح ملامح. تحدثت عن جملة من ملامح هذا الوضوح في الأنموذج الحسيني. الملمح الأول الصدق، وقلت بأن مرادي من الصدق ليس الصدق في الحديث وليس الصدق في العمل، وإنما الصدق مع النفس. وأشرت إلى الملمح الثاني وهو الحرية، والحرية التي قصدتها لا هي التي تحدث عنها علماء اللغة، ولا التي يتحدث عنها دارسو علم السياسة، ولا التي يعرفها علماء الاجتماع، ولا التي يتحدث عنها الفقهاء، ولا التي اختلف حولها الفلاسفة، ولا التي يكثر الكلام عنها في الآداب والفنون. الحرية التي تحدثت عنها هي الحرية التي تسمو وتتأبى حتى على أعظم القيود. ربما ينشغل الناس في الحديث عن الحرية التي ترتبط بأنواع من القيود التي تكبل حياة الإنسان في معاشه اليومي. الحرية في الأنموذج الحسيني هي الحرية التي تتأبى على أعظم القيود، كما أشرت إلى ذلك في كلمة سيد الأوصياء
ما عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. الخوف من النار والطمع في الجنة هي من أعظم القيود التي تلامس وتمازج الفكر الإنساني. الملمح الثالث الذي تحدثت عنه وهو الوعي، وأردت منه ليس هذا المعنى المحدود. المراد من الوعي الوعي المتفرع عن الحقيقة الواعية. نحن نسلم على سيد الأوصياء في زياراته السلام عليك يا عين الله الناظرة وأذنه الواعية. مرادي من الوعي الوعي الملامس لهذه الأذن الواعية التي أشار إليها الكتاب الكريم وتعيها أذن واعية. والأذن الواعية في هذه الآية في روايات أهل البيت علي صلوات الله وسلامه عليه. القلوب أوعية وخيرها أوعاها كما قال سيد الأوصياء لكميل بن زياد، يا كميل القلوب أوعية وخيرها أوعاها. خيرها أوعاها أي ما كان أقرب إلى الأذن الواعية. وعلي هو يقول، الرواية في التوحيد في كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه، أنا قلب الله الواعي. علي الحجة بن الحسن حسين هو قلب الله الواعي. الحديث عن الوعي في هذا الأفق وفي هذا المنظور، هذه المعاني إذا امتزجت وإذا تعانقت ما بين الصدق مع النفس وما بين الحرية بهذا المعنى العميق الذي أشرت إليه وما بين الوعي، يتفجر معنى التوحيد. الوعي الذي يرتبط بالأذن الإلهية الواعية يتفجر عن هذه المعاني وعن هذه المضامين حقيقة التوحيد، وهو الملمح الرابع من ملامح الأنموذج الحسيني الذي يتجلى معناه في هذا العنوان مصباح الهدى. حين نتحدث عن التوحيد في الغالب تفهم الناس التوحيد كأنه إخبار من الأنبياء وكأنه حديث عن الكتب السماوية. التوحيد حقيقة قبل الأنبياء وقبل الكتب السماوية. التوحيد حقيقة الحقائق، والكتب السماوية القرآن وما سبق القرآن. لا تؤسس للتوحيد وإنما تكشف لنا عن التوحيد. هناك فارق بين من يؤسس لشيء وبين من يكشف عن شيء. يؤسس لشيء أي أن هذا الشيء لم يكن موجودا فجاء من يؤسس له، أما أن يكشف عنه أي أن هذه الحقيقة
حقيقة موجودة، ولكن يغفل عنها الإنسان، فيأتي من ينبه الإنسان، فيأتي من يكشف عن هذه الحقيقة. التوحيد حقيقة النظام في هذا الوجود. وأساس وجود الإنسان ووجود الكائنات هو التوحيد. وحين أتحدث عن التوحيد هنا فإني لا أتحدث عن ألفاظ، وإنما أتحدث عن حقيقة. ليست القضية قضية ألفاظ، وأنا هنا لا أريد الحديث عن التوحيد المدرسي. التوحيد المدرسي يمكن أن تجده في الكتب، يمكن أن تسمع من الكثيرين عن هذا التوحيد. التوحيد المدرسي ما هو؟ حينما نأتي ونتحدث عن الأدلة على وجود الله، نتحدث عن الأدلة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، ونذهب في الحديث وفي البحث تارة عن أدلة طبيعية، وأخرى عن أدلة كلامية يذكرها المتكلمون، وأخرى عن أدلة يصنفها الفلاسفة على مراتب، وأخرى عن أدلة وعن حديث يتحدث به العرفاء والمتصوفة، وهكذا، وحديث بعد حديث، مصطلحات معينة، عناوين معينة، تعاريف معينة موضوعة في أطر يمكن أن أسميها بالتوحيد المدرسي، بالتوحيد الرسمي، وهو التوحيد المعروف في الكتب، في المنهج الدرسي، في الحديث الإعلامي، في الحديث المنبري، ضمن أفق وقواعد، وهكذا اعتدنا في التفكير. هناك لستة معينة، خصوصا في مجالسنا الدينية، هناك لستة معينة، هناك لستة من الأحاديث الخطيب في كل سنة يذكرها، هناك لستة من الوقائع الخطيب في كل سنة يذكرها، والجميع وكأن القضية قضية اتفاقية. هناك عشرات الآلاف من الأحاديث لا تذكر، أحاديث معينة، لستة معينة من الأحاديث، لستة معينة من المصطلحات، قائمة معينة بأسماء وحوادث معينة. وهذا هو الشائع في وسطنا الديني. لذا أنا لا أريد الحديث عن التوحيد المدرسي، ولا أريد الحديث عن التوحيد الرسمي الذي وضع في قوالب وفي مصطلحات وفي رسوم وخرائط معينة معروفة مبثوثة في الكتب. أتحدث عن التوحيد الذي هو الحقيقة التي هي أساس هذا الوجود. والإنسان ما لم يكن موحدا فإنه سيكون في صورة نشاز في نظام هذا الوجود. هذا الوجود له هندسة، له نظام. كل الموجودات تصدر منها إشارات تشير إلى حقيقة التوحيد. كل الموجودات، كل شيء يشير إلى حقيقة التوحيد. الإنسان في الجهة الاختيارية الفكرية
هناك جهة في الإنسان يتحرك فيها فكره باختياره وبقناعته، هذه الجهة هي الجهة التي عندها الاختيار في أن تتناغم إشاراتها مع إشارات كل هذه الموجودات، وذلك الذي تحدثنا الروايات عن ما تسمي بحديث الفطرة. حديث الفطرة هو صدور الإشارات من هذا الموجود الإنساني بالنحو الذي يتناسب مع صدور الإشارات والموجات من جميع هذه الكائنات، وهنا ينسجم هذا الموجود في وجوده مع سائر التكوينيات. الإنسان له تأثير على الأشياء التي تحيط به، والأشياء التي تحيط به لها تأثير عليه. هناك أشياء استطاع الإنسان أن يشخصها، أن يكتشفها من تأثير حركة الكواكب، ومن تأثير حركة الأرض، ومن تأثير حركة القمر، ومن تأثير الليل والنهار على جسم الإنسان. كيميائية البدن الإنساني على سبيل المثال تختلف في الليل عن كيميائيته في النهار، وهذه قضية باتت من البديهيات في العلم الحديث. كيميائية البدن الإنساني عند الليل وخصوصا عندما ينام تختلف اختلافا كاملا عن كيميائية بدنه في النهار. هناك تأثير لضوء الشمس، وهناك تأثير للظلام، هناك تأثير لحركة القمر، وكل شيء. مرادي أن جميع الكائنات ترسل إشارات. حديث الفطرة وإشارة الفطرة عند الإنسان إذا كانت تتناغم مع إشارات كل الكائنات سوف يكون الإنسان منسجما مع هذا الوجود. أما حينما تنتكس الفطرة عند الإنسان وتكون الإشارات الصادرة من هذا الإنسان مخالفة لهذا النظام الواحد، هنا تكون الصورة النشاز لهذا الإنسان الذي تتحدث عنه كلمات أهل البيت بمشاويه الفطرة، تسميهم الروايات مشاويه الفطرة. أكثر تفصيلا في الروايات إن أعداء أهل البيت يحشرون يوم القيامة في صور تحسن عندها القردة والخنازير. مشاويه الفطرة حينما لا تكون الإشارات والموجات الصادرة من الإنسان، وهناك إشارات وموجات وإشعاعات تحدثت عنها الروايات وتوصلت العلوم الحديثة إليها أيضا، تخرج من بدن الإنسان بل تخرج من كل بدن، من كل موجود. إني أتحدث عن التوحيد بهذا المعنى، التوحيد الذي نتلمسه بالقلوب وبالوجدان في كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بك عرفتك. تسقط هنا كل المصطلحات، كل الأدلة، كل الأدلة الآثارية
وكل الأدلة الطبيعية والمادية يسقط الكلام هنا، بك عرفتك وأنت دللتني عليك. كلمات من دعاء أبي حمزة الثمالي المنقول عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه: بك عرفتك وأنت دللتني عليك، أنت لا أنا، ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت. إذن أين هي المصطلحات؟ إذن أين هي الرسوم؟ هذا لا يعني أننا نرفض المصطلحات والرسوم والقواعد، ولكن ذلك هو حديث الكتب، أما حديث القلوب فشيء آخر. ألا يقول الناس حينما يسمعون حديثا لا يصدقونه، يقولون هذا كلام جرائد؟ هذا في الأفق السياسي، في الأفق العقائدي هناك حديث الكتب وهناك حديث القلوب. حديث القلوب وحديث الحقيقة وحديث الوجدان هو هذا، سطر واحد يلغي الآلاف المؤلفة من الكتب والدراسات: بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت. وفي مناجاته سيد الساجدين في مناجاة الذاكرين: إلهي لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك، إلهي لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك على أن ذكري إياك بقدري لا بقدرك. الشطر الأول من كلام الإمام السجاد هو في التوحيد الحالي، المراد من هذا العنوان الحالي يعني ما يغمر قلب الإنسان وما يغمر وجدان الإنسان. أما الشطر الثاني من كلامه في مناجاة الذاكرين هذا في التوحيد القالي، في التوحيد القولي، في التوحيد العملي: إلهي لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك. قلت بأن الملمح الرابع من ملامح الأنموذج الحسيني هو التوحيد، وما قصدت من التوحيد هذه المعاني التي بينتها، إنما جعلت كلامي هذا مقدمة إلى المعنى الذي أريد الإشارة إليه. أنا هنا أتحدث عن الأنموذج الحسيني، فالحديث هنا عن التوحيد الحسيني. وحين أتحدث عن التوحيد الحسيني إنني أتحدث عن الحسيني في وجهه البشري لا في وجهه الربوبي. أنت أيضا عندك وجه بشري ووجه ربوبي، وأنا أيضا، وكل مخلوق له وجه من حيث هو وله وجه من حيث الله سبحانه وتعالى. كلنا كلمات الله، لكننا كلمات لله في مظهر الخلقية، وأما حسين وآله المعصومون فهم مظهر الخالقية، وفارق بين مظهر الخلقية وبين مظهر الخالقية.
هم أجمل الجمال، هم المظاهر الأتم، فهم مظاهر الخالقية، وأما سائر الخلق فهم مظاهر الخلقية. إني حين أتحدث عن التوحيد الحسيني أتحدث عن التوحيد الحسيني في الوجه البشري، أما الوجه الربوبي فذلك ليس من شأني وليس من اختصاصي ولا من اختصاصكم ولا من اختصاص أي أحد، إنه من اختصاص الحسين نفسه، ولا غرابة في ذلك. نحن نمر على كلمات أهل البيت، لكن لأنها تذكر دائما وبنحو تسطيحي فلا نشعر بعمق دلالتها. تذكر الأحاديث النبوية والأحاديث المعصومية في سياقات تسطيحية من الكلام، فتضيع فحاواها العميقة. هذا الحديث كلكم تحفظونه وكلكم سمعتم به: لا يعرفك إلا الله وأنا. ثم يأتي من يأتي فيريد أن يتحدث عن علي، عن حسين، عن آل حسين، وكأنه يعرف. الحديث واضح: لا يعرفك. الحديث هنا يشير إلى الوجه الربوبي، ولذلك قلت بأن الوجه الربوبي ليس من شأني ولا من اختصاصي. وإذا سمعتم أحدا يريد أن يتحدث عن الوجه الربوبي قولوا له: حباب اقعد على صفحة، هذا مو شغلك. نحن نتحدث عن الوجه البشري، وكل هذه الأوصاف الموجودة في الروايات تتحدث عن الوجه البشري، وإلا فالوجه الربوبي لا يعرفه إلا الله وأنا. لا يعرفك يا علي إلا الله وأنا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كل ما نجده في أحاديث أهل البيت، هذه التي تخبرنا بأنكم لا تدركون كنه ما فينا ولا معشار العشر ولا ما يصفه واصفكم ولا يخطر على قلب أحدكم، كل هذه المعاني، وحينما نخاطبهم بأنهم وجه الله، هذه مقاماتهم في الوجه البشري. ها علي بشر كيف بشر، هذا البيت يلخص هذه الدلالة، يلخص هذا المعنى. ها علي بشر كيف بشر، ربه فيه تجلى وظهر. هو والمبدأ شمس وضياء، هو والواجب نور وقمر. حينما أتحدث عن التوحيد الحسيني فإني أتحدث من هذه الجهة. موضوع واسع طويل عريض، ولا يمكن أن ألم بأطرافه في مثل هذه العجالة، لكنني آتيكم بنموذج، بمثال فيه إشارات تنبئنا ولو من بعيد عن التوحيد الحسيني. دعاء سيد الشهداء في يوم عرفة، أقتطف من هذا الدعاء إشارتين. الإشارة الأولى إلى التوحيد النظري القالي، قل ما شئت. القالي يعني التوحيد القولي، من قال، نسبة إلى قال، يقولون هناك
شيء قالي وشيء حالي، الشيء القالي نسبة إلى قاله، والشيء الحالي نسبة إلى حال الإنسان. مصطلحات تعارف عليها أهل الحكمة وأهل العلم، وفي بعض الأحيان لا أجد بدا إلا أن أستعمل هذه المصطلحات، لأنه لا توجد مصطلحات غير هذه المصطلحات. أنا لا أريد أن أشبع حديثي بالمصطلحات. دعاء سيد الشهداء في يوم عرفة هناك إشارة في بعض عباراته إلى التوحيد القالي، وقطعا سيد الشهداء لا يوجد فارق بين قاله وحاله. أنا وأنت عندنا توحيد قالي وعندنا توحيد حالي، هناك شيء نقوله باللسان وشيء موجود في القلب، ولا يوجد تطابق دقيق بين ما هو في القلب وما هو على اللسان. أنا وأنت كذلك. أما بالنسبة للحسين صلوات الله وسلامه عليه، لا يوجد فارق بين حاله وقاله، لا من منظور الإخلاص. الحسين هو معدن الإخلاص، الإخلاص يتأتى من الحسين، لكن لأن الحسين حقيقة كاملة، الحقيقة الكاملة لا يوجد فارق بين مظاهرها، بين المظهر القالي وبين المظهر الحالي. الحسين هو الحسين من جميع جهاته. إني مؤمن بظاهركم وباطنكم، هذا الإيمان يتساوى مع ظاهرهم ومع باطنهم، وبسركم وعلانيتكم، لأن هذه المظاهر بالنسبة إليهم واحدة، بالنسبة إلينا مختلفة. إني مؤمن بظاهركم وباطنكم، وبسركم وعلانيتكم، وبشاهدكم وغائبكم. فهل الحجة بن الحسن بالنسبة إليهم هو غائب أيضا كما هو غائب بالنسبة إلينا؟ هذه مظاهر بالنسبة إليهم واحدة، بالنسبة إلينا مختلفة. إني مؤمن بظاهركم وباطنكم، وسركم وعلانيتكم، وشاهدكم وغائبكم. لا أريد أن أذهب كثيرا في هذا الاتجاه، أعود إلى التوحيد الحسيني لئلا أبتعد كثيرا عن المثال الذي أريد أن أسوقه بين أيديكم. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ هذه الكلمات لا بفهمي وبفهمك، لكننا لنتلمس فيها شيئا من التوحيد الحسيني ولو من بعيد. سيد الشهداء تتساوى عنده الأشياء وفي جميع الاتجاهات، وإلا ما معنى هذه الآية؟ هل عندكم شك في أن هذا النص هو آية قرآنية؟ فقل اعملوا. لأي شيء؟ لأن الله سبحانه وتعالى يرى أعمالكم، ورسوله والمؤمنون. هل هناك شك في هذا المعنى القرآني؟ وشك في أن الإمام المعصوم ناظر إلى أعمالنا؟ وتلك هي النظرة الإحاطية، هو ناظر إلى جميع أعمال الخلائق. القضية ليست نظر حسي محدود في اتجاه معين،
وإذا كانت هناك حواجز هذا النظر الحسي يحجز. القضية أوسع من الحواس، هذه نظرة إحاطية، هذا علم إحاطي. فحينما يتحدث الحسين صلوات الله وسلامه عليه فيقول: متى غبت ومتى بعدت حتى تكون الآثار؟ أليس الحسين هو نفسه أثر؟ الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو نفسه أثر، أثر من الآثار، هو مخلوق. متى بعدت؟ في داخل نفسه، في داخل وجوده، هو يرى الله في داخل وجوده، لأن هذه الآثارية في الحسين محجوبة عن الحسين. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ حينما ينظر إلى الأشياء، وقطعا نظره إلى نفسه أولا قبل أن ينظر إلى الأشياء، فإن الآثارية تغيب في نفسه، فماذا يتجلى له في نفسه؟ يتجلى الله، وهو وجه الله، هو وجه الله الذي لا يهلك. هذا جانب من معنى أنه وجه الله. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ أنت ما غبت عن أي شيء، أنت ظاهر في كل شيء، بل كل شيء ظاهر فيك، كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور؟ الحسين لا يرى ظهورا للأشياء، يرى الظهور الأول لله، وقطعا لا يرى في نفسه ظهورا لنفسه، وإنما يرى ظهور الله في نفسه قبل أن يرى ظهور نفسه في نفسه. وهذا هو معنى وجه الله بوجه من الوجوه، وإلا القضية أعمق من كل هذا الكلام. أنا قلت إشارة ولا أريد أن أذهب بعيدا في هذه المعاني، فقط أريد أن آتي بمثال للتوحيد الحسيني. هذا التوحيد في بعده القالي الحالي، عبر ما شئت، فليس هناك من فارق بين قال الحسين وبين حاله. الحسين هو الحسين، أينما كنتم فثم وجه الله في جميع الاتجاهات، أينما كنتم فثم وجه الله، والحسين في جميع الاتجاهات. وحين يكون الحديث عن الحسين، لأن المناسبة معنونة باسمه صلوات الله عليه، وإلا هم نور واحد، الحديث هو هو، مع أولهم، مع أوسطهم، مع آخرهم، كلهم واحد، كما يقول سيد الأوصياء: كلنا واحد. الإشارة الثانية التي أردت أن أشير إليها في دعاء عرفة، هذه الكلمات لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يقول سيد الشهداء؟ والدعاء ربما أكثركم قد قرأه. وأنا أشهد يا إلهي، هذا هو التوحيد العملي، وأنا أشهد يا إلهي بحقيقة إيماني وعقدي عزمات يقيني وخالص صريح توحيدي وباطني مكنون ضميري وعلائقي مجاري نور بصري وأساريري صفحة جبيني وخرقي مسارب نفسي وخذاريفي مارن عرنيني. هذه الكلمات بحاجة إلى شرح، ولكنني لا أجد وقتا لشرحها،
لنأخذ هذه الكلمات بالجملة، هو يتحدث عن جميع أجزاء وجوده المعنوي والمادي. في الجانب المعنوي يقول: وأنا أشهد يا إلهي بحقيقة إيماني وعقد عزمات يقيني وخالص صريح توحيدي وباطن مكنون ضميري. هذا في الجانب المعنوي. أما في الجانب المادي: وعلائق مجاري نور بصري وأساريري صفحة جبيني وخرق مسارب نفسي وخذاريف مارن عرنيني، في بعض النسخ نفسي، وخرق مسارب نفسي وخذاريف مارن عرنيني ومسارب صماخ سمعي وما ضمت وأطبقت عليه شفتاي وحركات لفظ لساني ومغرز حنك فمي وفكي ومنابت أضراسي ومساغ مطعمي ومشربي وحمالة أم رأسي وبلوغ حبائل بارع عنقي وما اشتمل عليه تامور صدري وحمائل حبل وتيني ونياط حجاب قلبي وأفلاذ حواشي كبدي وما حوته شراسيف أضلاعي وحقاق مفاصلي وقبض عواملي، عواملي يعني يدي ورجلي، وقبض عواملي وأطراف أناملي ولحمي ودمي وشعري وبشري وعصبي وقصبي وعظامي ومخي وعروقي وجميع جوارحي وما انتسج على ذلك أيام رضاعي وما أقلت الأرض مني ونومي ويقظتي وسكوني وحركات ركوعي وسجودي أن لو حاولت واجتهدت مدى الأعصار والأحقاب لو عمرتها أن أؤدي شكر واحدة من أنعمك ما استطعت ذلك إلا بمنك الموجب علي به شكرك، إلى آخر كلماته صلوات الله وسلامه عليه في دعائه في يوم عرفة. هنا يشير سيد الشهداء إلى جميع جهاته المعنوية والمادية، وهذا الكلام لا على سبيل الحصر وإنما على سبيل الذكر والتغليب في الذكر. هذه أغلب الأشياء التي يتصورها الإنسان حينما يريد أن يتصور أجزاء نفسه. القضية لا تقف عند هذه العناوين، هذه العناوين ذكرت من باب التغليب. الغالب في فكر الإنسان إذا ما أراد أن يتصور أجزاءه فإنه يتصور هذه الأجزاء، وإلا القضية أعمق من ذلك. والحسين صلوات الله وسلامه عليه لا يقف نظره عند هذه الأجزاء الكبيرة، هو ناظر إلى أصغر الأجزاء في هذه الأجزاء الكبيرة، وناظر إلى ما هو أصغر من ذلك، وناظر إلى أصلها. وإنما الكلام لنا هي إشارات لتقريب المعاني. كل هذه الأجزاء كما بين الدعاء تقر بالتوحيد، تشهد بالتوحيد. هذا التوحيد الذي تقر به هذه الأجزاء من الوجود الإنساني ليس هو التوحيد الرسمي أو المدرسي، هناك معنى أعمق من كل المعاني التي تقدمت. وهذه المعاني ثابتة متحققة
في وجود سيد الشهداء من أول لحظة، إذا كان هناك تقسيم للزمان بالنسبة لسيد الشهداء من أول لحظة إلى آخر لحظة، في يوم عاشوراء تتجلى الصورة أكثر. نفس هذه الأعضاء حينما نذهب إلى زيارة الناحية المقدسة، نفس هذه الأعضاء هي التي أقرت بالتوحيد ولكن بصورة أخرى. حين نقرأ في زيارة الناحية المقدسة السلام على الشفاه الذابلات، السلام على العيون الغائرات، السلام على المقطوع الوتين، السلام على الرؤوس المشالات، على الدماء السائلات، على الجسوم الشاحبات، على الأجساد العاريات، على الرؤوس المفرقة عن الأبدان، السلام على المجرع بأي شيء، بكؤوس الرماح، السلام على المغسل بأي شيء، بدم الجراح، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب. أليس هي هذه الأعضاء نفس الأعضاء التي أشار إليها سيد الشهداء في دعائه في يوم عرفة؟ نفس هذه الأعضاء، نفس الأعضاء التي أشار إليها في دعائه في يوم عرفة، مقرة مذعنة معلنة بالتوحيد، هذه الأعضاء هي وكانت صلاة الحسين هي هذه. هذا الوصف وصف من الإمام الحجة، السلام على المغسل بدم الجراح. لا صلاة إلا بطهور، وهذا هو طهور الحسين. السلام على المغسل بدم الجراح، هذا هو وضوءه. وفعلا توضأ، الروايات تحدثنا عن ذلك، بأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه حين نزف الدم كالميزاب وجرى دمه منبعثا بعد أن أصيب بالسهم المثلث، ملأ كفه من دمه الشريف ورمى به إلى السماء فما نزلت منه قطرة، ثم ملأ كفه مرة ثانية وغسل بكفه هذا وجهه الشريف. الحسين توضأ بدمائه واغتسل بدمائه، كما يقول إمام زماننا: السلام على المغسل بدم الجراح. هذا هو توحيد الحسين، وهذه هي صلاة الحسين، وهذا هو التوحيد الذي أشرت إليه بأنه ملمح من ملامح الأنموذج الحسيني. وما قصدت بذلك التوحيد المدرسي والتوحيد الرسمي. صلاة الحسين صلوات الله وسلامه عليه في يوم الطفوف هي هذه الصلاة التي تصفها الروايات بأنها معراج المؤمن. والتوحيد الحقيقي هو هذا التوحيد الذي أشار إليه
سيد الشهداء في دعاء عرفة، وما جاء من وصفه ومن حالاته في زيارة الناحية المقدسة. هذه نفحة من توحيد سيد الشهداء، ونفحة من معاني صلاته في يوم الطفوف. فالصلاة لها مدارج ولها مراتب، الصلاة لها أكثر من أفق. بالنسبة لنا الأفق الأول وهو أفق الفريضة، أفق الفرائض، الصلاة التي نعرفها بحدودها الفقهية والشرعية، بألفاظها، بأفعالها، بأركانها، بشرائطها. ما هو عنوان الفريضة؟ هناك مقام الفرائض للصلاة، وهناك مقام المعنى، أفق المعنى للصلاة. أفق المعنى ما أشارت إليه الروايات الشريفة بأنه لك من صلاتك ما أقبلت عليه، وهذا معنى يمكن أن نتناوله في وقت آخر. لك من صلاتك ما أقبلت عليه. وهناك أفق ثالث، الأفق الثالث هو الأفق العملي، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. سيتبادر إلى الذهن مباشرة، لأن هذا المعنى هو المعنى الذي يذكر دائما، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أن الصلاة تمنع الإنسان من الوقوع في المعاصي. والواقع العملي يكذب هذه القضية، الناس تصلي وترتع في المعاصي ليل نهار، نحن نصلي ونحافظ على صلواتنا ونعمل ما نشاء. في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والرواية في الكافي الشريف عن سعد الخفاف عن أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، الرواية طويلة، الإمام يتحدث عن فضيلة القرآن وعن منازل القرآن، الرواية في الجزء الثاني من الكافي الشريف في باب فضائل القرآن، إلى أن يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدث سعدا الخفاف بأن القرآن يتكلم، فيستغرب سعد الخفاف يقول أو القرآن يتكلم؟ الإمام بعد ذلك يقول القرآن يتكلم وحتى الصلاة تتكلم. ويستمر الإمام في بيان حديثه يقول الصلاة تتكلم ولها صورة، وهي خلق، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، والنهي كلام، تنهى، كلمة تنهى وينهى في اللغة المعنى الأول يعني أنه يتكلم. قال الصلاة خلق ولها صورة ولها كلام، تنهى تتكلم، والفحشاء والمنكر رجال. الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الآية 45 من سورة العنكبوت، ولذكر الله أكبر، قال ونحن ذكر الله ونحن أكبر. الصلاة تتكلم وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء والمنكر رجال. وهذه عناوين لأعداء أهل البيت. المعنى الأول للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر، المعنى الأول مراراً تسمعون مني
بأن الشيعة قد وقعت في مطب الضياع بين الأهم والمهم. المعنى الأول للمعروف هو ولاية علي وآل علي، والمعنى الأول للمنكر هو عداوة علي وآل علي، والأمر بالمعروف يبدأ من هنا لا أن نبدأ من تحت. وحينما رفع الحسين شعاره بأنه يطلب الإصلاح في أمة جده، يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالدرجة الأولى، يأمر بالمعروف الدرجة الأولى من المعروف ولاية علي وآل علي. ما بقي فروع، ألا نقول هي أصل؟ أليس الأصول تكون مقدمة على الفروع؟ لكن الثقافة الشيعية تطرح هذا الأمر جانبا، فحين يأتي الحديث عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر ينصب الحديث على الفروع، وهو بحمد الله لا يوجد لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، لأننا حين ضيعنا الأصول ضيعنا الفروع. الذي يضيع الأصول يضيع الفروع. الذين يقولون بأنه يجب علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لا يأمرون لا بمعروف ولا ينهون عن منكر. والقضية هنا، لأننا ضيعنا الأصول فضاعت الفروع. الأمر بالمعروف بالدرجة الأولى، المعروف بالدرجة الأولى ولاية علي وآل علي، والصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة التي تأمر بالمعروف هي هذه الصلاة التي تقع في أفق الصلاة الحسينية، هذه الصلاة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر. هناك آفاق أخرى للصلاة لا أجد مجالا للحديث عنها. أفضل صلاة في يوم الطفوف كانت لأحد أصحاب سيد الشهداء، من أفضل الصلوات، صلاة من؟ صلاة سعيد ابن عبد الله الحنفي، أفضل صلاة كانت في يوم الطفوف. كيف صلى سعيد ابن عبد الله الحنفي؟ والله لا ركع ولا سجد. قبل أن أشير إلى صلاته في يوم الطفوف، حينما كان مسلم بن عقيل في الكوفة وجاءه إلى زيارته لتجديد البيعة ولتجديد العهد به، عابس وحبيب، عابس الشاكري وحبيب وسعيد الحنفي، سعيد ابن عبد الله الحنفي، عابس ماذا قال لمسلم؟ قال: أما أني لا أحدثك عن الناس، لا علاقة لي بالناس، أما أني لا أحدثك عن الناس لأني لا أعلم ما في نيات قلوبهم ولا أغرك منهم. لا أغرك منهم يعني لا أخبرك بأن الناس معك يريدون التضحية، يريدون البذل والفداء، لا أغرك منهم، لا أخبرك بأي شيء قد يخدع الإنسان به، إني لا أحدثك عن الناس فإني لا أعلم ما في نيات قلوبهم ولا أغرك منهم، والله إني لا أحدثك إلا عما أنا موطن عليه نفسي، والله لأجيبنكم إذا دعوتم ولأقاتلن عدوكم إذا قاتلتم ولأدفعن عنكم حتى ألقى الله، لا أريد بذلك إلا
ما عند الله تعالى. فقال حبيب رحمك الله يا عابس، لقد أوجست في القول عما في نفسك وأبلغت، ووالله الذي لا إله إلا هو إني على مثل هذه النية. وقال سعيد كذلك. هذه حقيقة صلاتهم في يوم الطفوف، لما صلى سيد الشهداء بأصحابه في ساحة المعركة، وتسمى هذه الصلاة بصلاة الخوف، الصلاة وقت الحرب، لها صيغة معروفة مذكورة في الكتب الفقهية. من الذي وقف بين يدي سيد الشهداء يقيه السهام والنبال والرماح؟ وقف زهير بن القين وسعيد بن عبد الله الحنفي، ولكن وظيفة سعيد كان أن يقف أمام الحسين، أما زهير كان يتحرك أمام المجموعة بكاملها. وظيفة سعيد بن عبد الله الحنفي وقف يحول فيما بين السهام وفيما بين الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كتب المقاتل تذكر والله ما ترك سهما واحدا نفذ إلى الحسين إلا وأخذه بصدره وتلقاه بنحره. هذه صلاة، وصلاتنا صلاة. قلت قبل قليل بأن أفضل صلاة صليت بين الأصحاب هي صلاة سعيد ابن عبد الله الحنفي. ما وصل إلى الحسين ولا سهم، وأنتم تذكروا بأن القوم أحاطوا بهم من كل مكان يريدون قتل الحسين. السهام التي وجهت إلى الحسين ما كانت عادية، سهام مسمومة وسهام شديدة مثل السهام التي ضربوه بها بعد ذلك بعد أن تفرق عنه أنصاره. سهام ما كانت عادية، سهام خاصة ضربوها نحو الحسين بعد أن أتم الحسين صلاته. سعيد وقع على الأرض، كان يتمالك نفسه، وإلا هو قد انتهى. كان يتمالك نفسه إلى أن أتم الحسين صلاته فسقط سعيد على الأرض. كتب المقاتل تذكر أنه كان في صدره ونحره 13 سهم، غير الطعنات من الرماح والحراب وضربات السيوف. لما وقع سعيد ابن عبد الله الحنفي كانت كلماته الأخيرة هي هذه: اللهم أبلغ رسولك عني السلام وأبلغه ما لقيت من ألم الجراح. ثم التفت إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه: أوفيت يا ابن رسول الله؟ قال: نعم وفيت، وأنت أمامي في الجنة. هذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الصلاة التي أشارت إليها كلمة باقر العترة التي تلوتها على مسامعك قبل قليل، حين قال بأن الصلاة خلق وصورة، وإن الصلاة تتكلم، وإن الفحشاء والمنكر رجال، ونحن ذكر الله، ونحن أكبر، هم ذكر الله الأكبر. وما هذه الصلوات التي نصليها إلا مظاهرهم. سيد الأوصياء هو الذي يقول: أنا صلاة المؤمنين وصيامهم،
والكلمات في هذا المعنى كثيرة. وقلت قبل قليل بأن الحديث عن معاني الصلاة يحتاج لذكر آفاقها وهي عديدة كثيرة أشارت إليها كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنا لا أريد أن أطيل عليكم الحديث، ولكنني أجد في هذا المثال بابا للتدبر والتأمل. هذه الصلاة التي أداها سعيد ابن عبد الله الحنفي رضوان الله تعالى عليه، السر أين يكمن؟ السر يكمن أن أصحاب الحسين صلوات الله عليه أدركوا حقيقة التوحيد. وكيف أدركوا حقيقة التوحيد؟ حينما وجدوا قلوبهم متجهة إلى وجه الله الذي لا يبلى، وإلى وجه الله الذي لا يهلك. أنتم حين تقرؤون التاريخ، مع أن التاريخ الذين كتبوه لا يعرفون حقائق أهل البيت، ولا يعرفون ماذا كانت عليه نوايا أصحاب الحسين، ولكن هذه اللمحات والصور المذكورة كلها تنبئنا بأن الهم الأول والهم الأكبر، وأن الشاغل الأول والأخير في نفوس أصحاب الحسين كان هو الحسين فقط. اقرأوا التاريخ وتبصروا فيه، وتلك هي حقيقة التوحيد. باقر العترة صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدث أبا حمزة الثمالي، والرواية في الكافي الشريف في الجزء الأول: إنما يعبد الله من يعرف الله عز وجل، أما من لا يعرفه فإنه يعبده هكذا ضلالا. قلت: فما معرفة الله؟ قال: الإيمان والإقرار بوحدانيته، والإيمان والإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وآله، والاقتداء والائتمام وموالاة علي والأئمة من ولده، والبراءة من أعدائهم. هكذا يعرف الله وهكذا يعبد الله. حقيقة التوحيد هي هذه. وما هذه الإشارات التي أشرت إليها واقتبستها قبل قليل من كلمات سيد الشهداء في دعائه في يوم عرفة، إلا هي وجوه ومظاهر لهذه الحقيقة ولهذا المضمون ولهذا المعنى من التوحيد. وما صلاة سعيد بن عبد الله الحنفي، ومن كان على شاكلته من أصحاب سيد الشهداء الذين نخاطبهم في زياراتهم: السلام عليكم يا طاهرون يا مطهرون. هذه الذوات الطاهرة التي صلت حقيقة معنى الصلاة وتطهرت حقيقة معنى التطهر، فلا صلاة إلا بطهور. تطهروا بمعرفة الحسين وصلوا، والعبودية للحسين عنوانهم. هم جسدوا هذا المعنى بدمائهم، بقلوبهم، بمشاعرهم. نحن نردد هذه الكلمات حين نزور سيد الشهداء
عبدك وابن عبدك وابن أمتك، المقر بالرق، التارك للخلاف عليكم. عنوان هذه العبودية هم الذين جسدوه. تطهروا بمعرفة الحسين وصلوا بعبوديتهم للحسين صلوات الله وسلامه عليه. وما حالة سعيد بن عبد الله الحنفي إلا صورة من صور كثيرة رسمت في لوحة الطفوف. وهكذا قضوا الواحد تلو الآخر إلى أن يقف سيد الشهداء في وسط مصارع أصحابه. لحظات الأخيرة وبعدها يخرج سيد الشهداء للقتال. من ذا يقدم لي جوادي وأنا ابن محمد المصطفى؟ من ذا يقدم لي جوادي وأنا ابن علي المرتضى؟ فأتته زينب بالجواد تقوده، والدمع من ذكر الفراق يسيل. من ذا يقدم للجواد ولامتي، والصحب صرعى والنصير قليل. وقف في وسطهم وهو يناديهم: حبيب، زهير، مسلم، برير، عباس. ولكن ما من مجيب، فرفع صوته: ألا هل من مجير يجيرنا؟ ألا هل من ناصر ينصرنا؟ كتب المقاتل تذكر أن هذه الجثث أخذت دماؤها تفور، تقوم وتقع. كانوا أحياء مع الحسين، وكانوا أمواتا مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وبعد ذلك خرج أبو عبد الله، هم الذين شهدوا المعركة، هم يقولون هذا القول، نقله المؤرخون من المخالفين في كتبهم، هم نفسهم الذين حضروا الواقعة يقولون: ما رأينا مكثورا قط. مكثور يعني الذي قتل أهله، ولده، أنصاره. ما رأينا مكثورا قط قتل ولده وأهله وأنصاره أربط جأشا من الحسين وأثبت جنانا من الحسين. وكان حين يقدم عليهم لا تستطيع الرجال أن تواجهه، ينكشفون من بين يديه، إلى أن صاح فيهم ابن سعد: ويلكم، هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، اقصدوه من كل جهة. أول هدية جاءت إليهم، في كتب التاريخ يذكرون 4000 نبلة، هذه أول هدية، هذا أول الغيث، 4000 نبلة. وما ذلك بشيء غريب، هم 70,000 ربما أكثر من ذلك. ما قيمة 4000 أن يوجهوا نبالهم إلى الحسين؟ 4000 نبلة. فلا سعيد بن عبد الله الحنفي ولا العباس ولا مسلم بن عوسجة. ولذلك يقولون بأن درع الحسين صلوات الله وسلامه عليه صار كالقنفذ من كثرة السهام والنبال. تتصور هذا المعنى، 4000 نبلة. الحسين وهو في هذا الحال يسمع صوتا من الخيام، صوت العقيلة: نور عيني يا حسين، حبيبي يا حسين، ابن أمي يا حسين، ألوى عنان الجواد ورجع. ما الخبر؟ قالت: أخيّ،
انزل عن الجواد وتعال معي فيما بين الخيام، اكشف لي عن صدرك واكشف لي عن نحرك. شمته في صدره وقبلته في نحره، ثم توجهت إلى المدينة، إلى جهة المدينة. أمه يا فاطمة، لقد استرجعت الأمانة. بقية القصة أنت تعرفها. اللهم يا رب الزهراء، بحق الزهراء، اللهم يا رب الزهراء، بحق الزهراء، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. سيدي يا صاحب الزمان، بالحسين عليك لا تحرمنا من خدمة الحسين، واكتبنا في ديوان خدامه وزائريه. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.